عندي يعني ودي، لا السلام عليكم مساكم الله بالخير، قبل اقول اللي عندي يعني ودي اعلمكم سالفه صارت امس يعني، لا حاجه بس السلام عليكم مساكم الله بالخير، قبل اقول اللي عندي يعني ودي اعلمكم سالفه صارت امس يعني، ودي افضفض فيها شوي. انا بالعاده ما ادخل الخاص حق تويتر كثير يعني، واذا دخلت اشيك يعني لا حاجه بسيطه يعني. فالناس الله يجزاهم خير اللي عنده سؤال واللي مرسل لي صوره قطعه اثريه يشوف كم تسوى، ولا طبعا انا ماني محترف في المجال ده اطلاقا، انا هاوي يعني فاعلمه اقول لي ذي تسوى اسال عنها، لا والله ذي ما تسوى خلها عندك استرها لا حد يشوفها، فكذا يعني سوالف. لقيت حساب ما يتابعني يرسل لي على الخاص صوره جره اكثر من صوره الجره يعني، وحط رقم جواله وكاتب بحمدان اذا تسوى ذي علمني هذا رقمي. طالع يعني الجره تيفني وانا ادري ان تيفني تسوى في السوق بس ذي ما ادري كم تسوى بالضبط. اخذتها ورحت لابو سعد الحميك، بس هذا رحمي هذا تحسف على اليوم اللي عطاني فيه رقم جواله وقال اذا احتجت شيء كلمني. انا كل يومين انا بالضبط وانا داخل على ابو سعد في الوقت مساك الله بالخير ابو سعد ذي كم تسوى كذا يعني. انا ادري انه يكرهني ترى ابو سعد ادري، بس انه بالاخلاق ما يسمح لي يكرهني ولو ما يبلعني ما يلام يعني. ما في صوره نزلتها انا في تويتر قبل فتره تلفزيون مغبر اخذته ورحت لابو سعد قلت ابو سعد ذا وش يجيب؟ قال ذا يجيب ربو. فانا فهمت اني وصل لي رسائل ابو سعد يقول لي يعني لا خلاص لا تكلمني. هو ابو سعد وابو منصور عالم النبات يعني، ابو منصور براك انا كل ما اطلع للبر تجي 8-9 صور يوميا وانا ارسل له يعني، صار يدق يقول انت تفلي هالبر يعني مو طبيعي يعني انت شو تسوي؟ فصار اخر الايام يرسل لي عرفج كذا اكتب اي وش اسم ذا يقول عرفج طيب وذي عرفج يعني خلاص فهمت صرت ما عاد اكلم ابو منصور. فاقول لكم اخذت صوره الجره ذي ودخلت على ابو سعد واتس، ابو سعد حبيبي مساك الله بخير. قال اخوي انت يطرح لك متصل فوق؟ قلت ايه. قال غريب هذا انا مسوي حركه اخفاق. قلت لا ما ضبطت. وش عندك؟ قلت ابو سعد جره تيفني وارسل له صور الجره صورها قلت ايه كم تسوى؟ فشيك عليها ابو سعد والله شوف حالتها سليمه يعني مره سليمه حالتها يعني وانا ادري ان قرائنها ذي في السوق يعني تباع من 650,000 إلى 800,000. قلت أنت من جدك؟ قال لي والله هذا اللي أنا أشوفه قدامي. قلت أنا بفجع الرجال، أنا برجع لهفجعه الحين فجيعة بيض الله وجهك. قال أوكي بس أنت ممكن ما تفجعني الأيام الجاية ما عاد تجي كثير. قلت لا إن شاء الله خذ راحتك وأنا أرجع للرجال. فرحت ودخلت على الرجال الخاص في تويتر. انا طبعا ماني بكاتب له كتابه ما بيفجعه، انا ما ادري ايش بيصير لي انا، بس قلت بدق عليها مهد له. فقلت لو سمحت ممكن ادق عليك؟ قال رقمي موجود ابد تفضل. وانا ادق عليه ويرد يا عيال لا ولد صغير، انا ما ادري كم عمره بس ولد صغير يا عارف مو بتعبير مجازي صغير يعني، انا اليقين ان شنبه ما خط صغير. فاول ما طرى في عقلي يوم سمعت صوته يتكلم ان امه بجنبه جالسه يعني، امه مستحيه لا تكلم الرجال فمخليت ولدها يعني يكلم عنها بالنيابة. فقلت ما عندي مشكلة يعني. فقلت له السلام عليكم مساك الله بخير. قال يا هلا وسهلا. قلت انا اكلمك بخصوص الجرة. قال اي جرة؟ قال الجرة ذي اللي انت ارسلت. قال الفازة. يوم قال الفازة احنا انا عرفت التفاوت الطبقي اللي جاء بيننا على طول يعني، احنا كنا كذا في نفس الطبقة. فيوم قال الفازة صار هو كذا على طول. فانا بديت اكلمه بطريقة مختلفة تماما لان احترام للطبقية الموجودة. فقلت اي نعم طال عمرك انا اكلمك بخصوص الفازة حقتكم ذي. قلت لي بخصوص الفازة يعني الفازة لمن؟ قال الفازة البابا يعني، مو علشان صغير خليته يقول بابا، لا والله فعليا قال بابا يعني هذا من الحاجات اللي قال البابا. قلت حلو طيب وين لقاها بابا؟ طبعا انا بي الاحداث ان يعني بابا كان معدم وراح المينا ولقى قارب من قلب فهم فاخذها يعني هذي عشان اجي اضبط لكم السيناريو في القصة كذا ويجي يعني احداث. فقال بابا هذه جت هدية. من اللي يهدي تيفني يعني؟ فقلت يعني معلش سؤال شخصي يعني عادي ممكن ما تجاوب بابا وش اسم بابا؟ من اللي يهدي تيفني يعني؟ فقلت يعني معلش سؤال شخصي يعني عادي ممكن ما تجاوب بكيفك يحق لك يعني مين بابا وش اسم بابا؟ قال بابا فلان الفلاني. قلت ارحب بابا معلش ان شاء الله يعني يكون اسم على اسم بابا هو اللي كان يشتغل كذا بعدين صار يشتغل كذا والحين منصبه كذا هذا بابا. قال لي ذا بابا. قلت هلا هلا يعني بابا يا عيال يعني مره كبير ما شاء الله تبارك الله يعني هو عز الله انه بابا يعني بابا عليه العلم يعني ما بابا ما, ما,
ما يفاجئني في موضوع الفلوس. بابا ممكن اساسا ما يدري كم رصيد يعني، انا ما يفاجئوني انه عندهم توت عنخ آمون في الحوش يعني يلعبون عليها العيال عادي يعني. كيفني يعني؟ فقلت ابد عاد والله انه يعني حبينا نسلم. قال لي بس كم تسوى الفازه؟ قلت 800,000. قال لي يعطيك العافيه يا عيال، والله ما زاد عن يعطيك العافيه ولا كلمه. اي بس يعطيك العافيه. قلت الله يعافيك. قالوا بوصل سلامك لبابا. قلت دقيقه بخصوص النقطه دي، الله يسعدك خلي لك بابا ممكن ما تعلم بابا اني دقيت عليك ولا السالفه دي. قال لي خلي السالفه دي بيننا عادي يعني، ما لا تشغل بابا في المواضيع هذه. قال ابد زي ما ودك والله. قلت له الله يسعدك يعني ما ودك تستفز بابا يعني ويشتريني ويحطني في الصالح عندهم كذا، ما خل يعني. هذه رساله يا اخوان، ممكن احنا الايام الجايه نتكلم مثلا عن اثار ولا حي شيء غالي لقيته ولا شيء زي كذا يعني. فرسالتي للتجار يعني ولا اللي عندهم بابا، لا تلعبون معنا اللعبه دي يعني، لانك والله لا انت مستانس ولا احنا مستانسين ولا انت متفاجئ ولا احنا متفاجئين، فما منها فايده. لا ما منها فايده فلا تلعب يعني. في بعض الناس يعني في الخاص يكتبوا لي يقولون بالله قل اسم بابا. شوف اول شيء بغض النظر انه قانونيا ما يصلح يعني، بس يعني انا لو اقول لك اسم بابا منا يعني انا بتفقدني ماما منا، فانا ما ابي انا تفقدني ماما، فما ينفع وانا اخوك. الشركه اللي تجلس مع العميل وتقول للعميل انت وش مشاكلك ويطلعون له المشاكل حلول، هذه شركه عظيمه. اذا ما اقنعتك الحين فهي راح تقنعك. جاهز عند الباب تاخذها وتطلع ملابسك ودنياك ومريار. هذا تحط شماغ تحط الكود تجيك شيك عليها